اليوم هالاستحقاق الانتخابي عم نشهد معركة كتير حلوة، معركة كتير شرسة، بس معركة على القليلة على الصعيد الضمني أنا عم بشهدها أنه معركة حلوة مشرفة وديمقراطية. اليوم حتى المعركة في عنا معركة تانية اللي هي معركة السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على الفيسبوك. على الفيسبوك كل الأطراف، تما نسمي مين بالذات، كل الأطراف عم تنجر للتجريح الشخصي وللاستفزازات. نحن بندعي الكل أنه نخلي هالمعركة مشرفة.